يحلم ضميرك يحترم حاله. هلا واضح، انا عبير نعمة. غنيت بكتير لغات، يعني ب 27 لغة، بس هيدا ما بيعني انه انا مش متمسكة بلغتي. ولا نهار رح انتمي ورح اقدر اكون عم اقدم هيدي اللغة كأنها هي لغتي، رح كون دايما غريبة قد ما اكون مبدعة فيها. وردات يمان ادونيتي وهنام وكرفسي وهنام الصامون. هي عبير بالنسبة لي أيقونة تطرخ وما في مثلها بالعالم، مش لأنها أختي بس أعظم من العظامة. ما بقدر أحكي عن عبير، ما بقدر، أكيد فخر كبير بكون. وينك وينك شو أخبارك إل بعدك بتحنن بعدك تطلي عبايو. للحقيقة بقول لكل الشباب اللي عم يسمعونا، شباب والصبايا بكل بلدان العربية وبكل بلدان العالم، وفي ما في محل إلا ما في حدا منا موجود عم يبدع وعم بيزيد وعم بيقدم. بحب أقول لهم أنه يضلوا دايماً يعني متعلقين بجذورهم وما ينسوا لغتهم الأم اللي هي اللغة العربية، ما ينسوا موسيقتهم، ما ينسوا أنه في تقاليد حلوة كتير هي اللي بتخليهم يكونوا مختلفين ومميزين، ودائماً العودة إلى الجذور هي الأهم.